أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم افتح علينا بنور العلم، حسن أخلاقنا بالحلم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى الآية 73 من سورة الأعراف، ونحن مع الدرس 22 من دروس التفسير. وصلنا إلى قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. طبعا هنا محذوف مقدر فعل، يعني وأرسلنا إلى ثمود، إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا. كنا قد ذكرنا قصة نوح عليه السلام وقصة هود عليه السلام، هذا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى من دلائل التوحيد ما ذكر من الآيات الدالة على وحدانيته، بدأ يذكر بقصص الأنبياء، يعني من باب التسلية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على ما يلقاه من أذى المشركين، وبدأ بقصة سيدنا نوح وهو شيخ الأنبياء، ثم بقصة سيدنا هود، والآن إلى قصة سيدنا ثمود، سيدنا صالح مع قومه ثمود. طبعا ثمود كانوا عربا، بعث الله إليهم سيدنا صالحا عليه السلام، وكانت مساكنهم كانوا يسكنون في منطقة الحجر شمال المدينة المنورة، يعني شمال المدينة المنورة إلى جهة الشام، ما بين الحجاز والشام قرب وادي القرى. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أمرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى التي هي خلاصة دعوة ورسالة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى، قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول من الأنبياء والمرسلين جاء بهذه الرسالة، أن اعبدوا الله أو أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ونبه أيضا هنا إلى قوله أخاهم، أنه منهم وأنهم يعرفونه ويعرفون خلقه، ليس شخصا غريبا عليهم. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية. جاءتكم بينة، جاءتكم معجزة ظاهرة تدل على صدق رسالته عليه السلام، وهي معجزة الناقة. كان قومه قد طلبوا منه عليه السلام أن يأتيهم بناقة بحجم كذا وكذا، من عظمتها يكون لها شرب ولنا شرب يوم آخر، يعني من حجمها وكبرها يخصص لأهل القرية يوم ليشربوا، واليوم الثاني يخصص لهذه الناقة من حجمها وعظمتها بشكل كذا وبوصف كذا. فسبحان الله، دعا سيدنا صالح عليه السلام، فبعث الله سبحانه وتعالى، شق الله سبحانه وتعالى الصخرة العظيمة وأخرج منها ناقة، وكانوا قد اشترطوا على هذه الناقة أن تكون حاملة، نريد ناقة يعني عشراء حامل، فخرجت لهم ناقة بالوصف الذي ذكروا، حامل عشراء، هذه ناقة الله لكم آية فذروها. المطلوب منكم بكل بساطة، يعني ليس أمرا صعبا وليس أمرا، وإنما هو أمر يسير، ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. المطلوب منكم هكذا أن تتركوها تأكل وترعى وتسرح في أرض الله سبحانه وتعالى، وأن لا تمسوها بسوء. ثم ذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، وهذه هذا التذكير من سيدنا صالح لقومه فيه إشارة أن احذروا، إياكم أن تفعلوا كما فعل هؤلاء. اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، قوم عاد كانوا أقوى منكم ومع ذلك أين هم؟ اذكروا الله تعالى جعلكم بديلا عنهم، فاحفظوا نعمة الله تعالى، وبوأكم في الأرض، جعل الأرض مبوأ لكم مكانا تتخذونه مكان قوم عاد، تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. كانوا لطول أعمارهم ثمود قوم سيدنا صالح عليه السلام
إذا بنوا بيوتا عادية لطول أعمارهم تفنى البيوت ولا يموتون. فماذا فعلوا؟ كانوا ينحتون الجبال بيوتا، يعني بيوت منحوتة من الصخر حتى يعني تطول أكبر فترة ممكنة. فكانوا يلجؤون إلى هذا الأسلوب. ولاحظوا يعني عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق هؤلاء الناس، ولاحظوا أيضا ضخامة هؤلاء الناس وقدراتهم والعلم الذي كانوا يستخدمونه والجلد في أن ينحتوا من الجبال بيوتا. يعني اللي راحوا زار مثلا على سبيل المثال في الأردن منطقة البتراء اللي كانوا فيها الأنباط، ودخل يعني ربما يرى مسألة كيف للإنسان أن يحفر في الصخر بيتا، شيء عجيب سبحان الله، آية من الآيات. هؤلاء مثل فعل الأنباط كان يفعل هؤلاء، ينحتون من الجبال بيوتا. الله أعلم هل هم يعني هم الأنباط أنفسهم ولا قوم آخرون، يعني يبدو من خلال الوصف يعني أنهم لا ليسوا، يعني ربما كانوا أعمق جهة الجنوب في الجزيرة العربية. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يا قومي، قوم صالح عليه السلام هو ثمود، اذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله سبحانه وتعالى عليكم، ولا تكثروا في الأرض فسادا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، كناية عن كثرة الفساد. الآن كل هذا الكلام من كلام سيدنا صالح عليه السلام، لننتظر من رد. هل تتوقعون أن يكونوا أحسن ردا من مثلا عاد ولا من قوم نوح؟ للأسف كان ردهم مشابها وقريبا من ردهم، بل أسوأ. قال الملأ، شوف أول عبارة وصفهم الله سبحانه وتعالى بها، قال الملأ الذين استكبروا من قومه. الرؤساء عادة يكونون مستكبرين للأسف، فكانت هذه الرسالة الأولى أنهم مستكبرون. قالوا للمستضعفين الذين استضعفهم المستكبرون، لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوها على طريق الاستهزاء، وإلا فهم يعلمون، يعني أنتم تعلمون، أنتم تؤمنون بأن صالحا صادق فيما يدعيه من أنه رسول الله. قالوا، لاحظ رد المؤمنين مع سيدنا صالح عليه السلام، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. أتباع صالح عليه السلام قالوا لسنا فقط نعلم صدقه، بل نؤمن به ونتبعه ونطيع أمره. وهذا من أبلغ الكلام، شوف الأسلوب القرآني، يعني أمر رسالة سيدنا صالح عليه السلام معلوم، أمرها مسلم، أمرها واضح، يعني لا يحتاج لخلاف، كما يقولون لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان، ما في خلاف، المسألة واضحة جدا. فنحن بما أرسل به مؤمنون، جملة وتفصيلا. لاحظ الرد، قال الذين استكبروا اللي قبل شوي بيسألوا، إنا، ما قالوا إنا بصالح أو بما أرسل به صالح كافرون، لا، قالوا إنا بالذي آمنتم به كافرون. يعني شوف يعني الكلام فيه تحقير للمؤمنين، وفيه كذلك يعني استهزاء وغلو في الكفر برسالة سيدنا صالح عليه السلام. فماذا فعلوا؟ فعقروا الناقة اللي قال لهم ولا تمسوها بسوء، حذرهم إن مسستموها بسوء سيأخذكم عذاب أليم، لكن للأسف لم يرعوا ولم يأتمروا ولم ينتهوا، فعقروا الناقة. أصل العقر، لما تقول العقر تقطيع الأرجل، لكن عبر به هنا عن قتل الناقة ونحر الناقة. الآن سؤال، فعقروا الناقة، هل جميعهم يعني عقروا الناقة وقتلوها، ولا واحد، شخص واحد؟ طب ليش ما قال فعقر الناقة يعني أحدهم، كما قال على سبيل المثال في سورة الشمس إذ انبعث أشقاها، لكن هنا فعقروا، لماذا؟ أيوة، لاحظ النقطة، نقطة مهمة جدا، سكوتهم على هذا الباطل كان كأنه مشاركة منهم في عقر الناقة. فعقروا الناقة، لا فرق بين من عقر وبين من شاهد ورضي بأن يعقر الناقة. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا، شوف الآن العنجهية التي عند يعني عند أولئك القوم، يا صالح ائتنا بما تعدنا، أنت تعدنا بالعذاب، قلت يلا ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. يا سيدي هينا مسيناها بسوء، ومش أي سوء، عقرناها،
قتلناها، أنت قلت سيأخذنا عذاب أليم، يلا أعلى ما بخيلك اركب، فليأتنا عذاب الله الأليم الذي وعدتنا به إن كنت من المرسلين. يلا شوف يعني سبحان الله، يعني الأصل إن كنت من المرسلين يعني أدعو الله لنا بي، يعني يطلبون شيئا إيجابيا، لا إيتنا بالعذاب إن كنت من المرسلين. سبحان الله، أية يعني عنجهية وأي كبر وأي ضلال كان يتمتع به هؤلاء القوم. لاحظوا الأسلوب القرآني، فأتي وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة دون إنذار ودون تمهيد، أخذتهم الرجفة، الرجفة الزلزلة كانت صيحة شديدة خلعت قلوبهم خلعا أبدا، يعني حتى صاروا بلا حركة بالأسلوب القرآني، فأصبحوا في ديارهم أو في دارهم في بلدهم في مدينتهم جاثمين. أصل الجاثمين يعني ملتصقين أو ملصقين ركبهم على الأرض، يلصقون بالأرض ركبهم ووجوههم على ركبهم، كيف يجثم الطائر، كما يجثم الطائر هكذا ميتين لا حراك لهم، يعني كيف وهم جالسين ما في إمهال، فأخذتهم كأنها كبسة زر. سبحان الله، لأن أمر الله تعالى أن يقول للشيء كن فيكون أسرع من كبسة الزر، أسرع هكذا، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين بلا حركة. سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. لذلك لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك، يعني وهذا الدليل الذي أو يعني الإشارة التي أخذنا، إنه لما قلنا الأنباط في البتراء في جنوب الأردن، لأنه في طريقه إلى تبوك مر بحجر ثمود، وحجر ثمود أظنها معروفة عند يعني في منطقة الجزيرة في السعودية اليوم، والبتراء تأتي بعد تبوك بكثير، البتراء بعيدة يعني في الأردن، وتبوك قبل الأردن في السعودية، يعني بين تبوك وبين الأردن مسافة يعني مسافة ليست بالقصيرة. فلما مر الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه من المدينة إلى تبوك مر بالحجر، ف يعني حتى نهى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جزاك الله خير، نهاهم أن يعني يأخذوا من بئرها، وأمرهم أن يسرعوا في مشيتهم يعني حتى لا يصيبهم ما أصابهم. وهذه الوصية وهذه السنة، إذا مر الإنسان بدار قوم عذبوا أن يستعجل في مشيته، أن يهرول وأن يسرع، وأن يعني يأخذ العظة والعبرة حتى لا يصيبه ما أصابه، نسأل الله العفو والعافية. فتولى عنهم سيدنا صالح عليه السلام، ذهب عنهم، تولى يعني ولاهم ظهر، تولى عنهم تركهم وذهب لما يأس من إجابتهم، وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، يعني أنا لم آل جهدا في لم أقصر في إبلاغكم الرسالة، نصحتكم نصحا كثيرا لكن أبيتم ذلك فحق عليكم العذاب. يعني الأصل في الناس يعني إذا نصحهم إنسان أن يحبوه، لكن أنتم لا تحبون الناصحين. سبحان الله، هذه يعني هذا شيء نراه، يعني إذا تذكرون لما علقنا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما قال صالحون، الناس يحبون الصالحين بالمناسبة لكنهم يبغضون المصلحين، المصلحين مش محبوبين، اللي بتيجي لما تعمل الغلط يقول لك يا أخي لحظة اتق الله، يا أخي شوي شو هاللبس هذا، هذا لبس مش مزبوط، يعني طبيعة النفوس مش بسهولة تتقبل هذا. أما الإنسان صالح بذاته وبحاله ما بيتدخل بحد، الناس بتحبه ما شاء الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا يصفونه كانوا يقولون الصادق الأمين ما شاء الله عليه لما كان صالحا، لكن لما صار مصلحا وصفوه بالساحر والمجنون والشاعر وكفروا به. وكذلك المصلحون على مدار الزمن، فالصالحون الصلاح لا يحتاج إلى جهد كبير، لكن الإصلاح الصلاح يعني صالح، صالح من الصلاح، لكن الإصلاح مصلح، الإصلاح يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى أن تمشي عكس التيار، يحتاج إلى مجابهة الناس ومواجهتهم ودعوتهم والصبر على أذاهم. لذلك أحب الناس الصالحين للأسف وكرهوا المصلحين.
ولكن لا تحبون الناصحين، لا تحبون المصلحين. ولوطا القصة التالية، وهي القصة ربما نوح، هود، صالح، لوط، القصة الرابعة. ولوطا إذ قال لقومه، لاحظوا هنا يعني في ملاحظة حدا لاحظها هنا على ذكر لوط عليه السلام، لما ذكر نوحا عليه السلام ماذا قال؟ قال وإلى ثمود. نوح، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ذكر نوح عليه السلام، وبعد ذلك ذكر معرفتهم به. نوح عليه السلام على أي حال هو شيخ الأنبياء يعني، وأبوهم بعد سيدنا آدم عليه السلام، أبو البشرية الثاني كما يقولون. لما ذكر عاد قال وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم. لما ذكر ثمود قال وإلى ثمود أخاهم صالحا. لما ذكر لوطا عليه السلام قال ولوطا إذ قال، ما ذكر أي أخوة من لوط عليه السلام تجاههم. ربما احتمال من الاحتمالات، لوط عليه السلام لما بعث، بعث في تقريبا في منطقة بلاد الشام في فلسطين، في مدينة سدوم، وكان هو الأصل من العراق، لأنه بصير ابن أخوه لسيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم بصير عمه، عم سيدنا لوط عليه السلام. فهاجر لوط عليه السلام مع عمه إبراهيم من أرض العراق إلى أرض بيت المقدس، فأرسله الله تعالى إلى هذه القرية، إلى مدينة سدوم قرب بيت المقدس، وهي يعني آثار العذاب دالة يعني وموجودة في منطقة البحر الميت، نسأل الله العفو والعافية. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لاحظوا بداية كلام لوط عليه السلام يبدو تفشي يعني هذه الجريمة التي سماها القرآن بأسلوبه الراقي جدا، سماها الفاحشة، يبدو أنها كانت منتشرة لدرجة يعني أنها أول ما عبر عنها القرآن هنا في سورة الأعراف. ولوطا إذ قال لقومه، يعني حتى يعني أكيد أنه ذكرهم كما ورد في يعني في القرآن في آية أخرى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأكيد وأمرهم بأن يعبدوا الله ويوحدوا وبأن يجتنبوا الطاغوت. فأول وصية كانت منه لقومه أتأتون الفاحشة، استفهام استنكاري، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. الفاحشة هي التي يسمونها اللواط، مع أنه حتى بعض العلماء لهم يعني تعبير وكرهوا هذا المصطلح، قالوا كأن يعني هكذا ننسبهم إلى سيدنا لوط عليه السلام، فقالوا هي لا، إن المقصود أنه قوم لوط فعلوها، قالوا لا، انسبوها إلى القرية، يعني لذلك قالوا نسميهم السدوميين، مش بيننا، لو قلت السدوميين المعلومة ربما لا تصل لكثير من الناس، نقول فلان يرتكبون السدومية، شو يعني، لكن لما تقول اللواط تكون معروف. فربما خروجا من هذا يعني الخلاف اللفظي إن صح التعبير نقول الفاحشة أو الشذوذ، لأن الفاحشة ممكن تطلق على الزنا والعياذ بالله، فلو سميناه شذوذا أن ينزو الرجل على الرجل، أو بالمقابل كذلك المرأة، هذا الذي انتشر في هذا الزمان، زمان ما كانش موجود، يعني اليوم صار كل شيء موجود، نسأل الله العفو والعافية. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولاحظوا تعبير المبالغة في النفي من أحد، الأصل ما سبقكم بها أحد من العالمين، أحد هنا صحيح مجرورة لفظا لكنها مرفوعة محلا على أنها فاعل، يعني ما سبقكم بها أحد من العالمين، لكن هذا حرف الجر الزائد أو الصلة هنا من، ما في زائد بالقرآن، وإنما لهذا الغرض البلاغي للمبالغة في النفي، أبدا لم يسبقكم بها أحد على الإطلاق، يعني المسألة ليست فقط لم تسبقكم إليها أمة من الأمم، إنه بعض أفراد الأمم السابقة ربما فعلوا هذا، لا 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 أبدا، ولا أمة سابقة تجرأت على أن يفعل واحد منها هذا الفعل، أنتم أول من ابتدع هذه الجريمة، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، مسرفون متجاوزون الحد، خارجون عن مقتضى الفطرة، وهذا سببه يعني الخروج عن حد الاعتدال البشري. ما هذا المنطق؟ الحيوانات لا تفعل هذا الذي تفعلونه، سبحان الله.
واليوم يخرجون علينا بحقوق الإنسان والحرية الشخصية وما إلى ذلك. سبحان الله، حتى يعني حتى يعني بعض الكنائس للأسف، الكنائس يعني التي لا تهتم بجاليتها والتي يعني مشرعوها وسادتها ليس عندهم بعد النظر، وإنما حتى بعض الباباوات من النصارى وغالبية اليهود لا زالوا إلى اليوم ينكرون هذا الفعل، أعوذ بالله، حتى هم ينكرون. المسألة ليست فقط في الإسلام، وإنما يعني المسألة مسألة فطرة، الله سبحانه وتعالى رسم لنا طريقا، فإذا وضعت يعني كيف نأتي بالبنزين، البنزين للسيارة، البنزين في السيارة له مسرب، له ماسورة خاصة، له يعني خزان خاص يدخل من الخزان عبر يعني قناته وطريقته فيشغل السيارة ويحرك السيارة وبتمشي السيارة. فهكذا إذا استغلت هذه الطاقة، لكن إذا وضعت في غير مكانها، تخيل واحد جاب يعني البريش البنزين وصبه على السيارة نفسها من فوق، شو بتقول عنه هذا؟ هذا يعني هكذا هؤلاء، سبحان الله. وما كان جواب قومه، الآن شوف الجواب الغريب العجيب، طبعا جواب قومه الذين وقعوا في هذه الفاحشة، المجرمون المسرفون كما وصفهم القرآن، إلا أن قالوا، شو كان جوابهم؟ أول شيء، أول رد، وهذا رد الظالمين دائما، ما في حجة عندهم. طب شوفوا سيدنا لوط عليه السلام ذكر لكم كلاما قيما، ناقش الحجة بالحجة، ناقش البرهان بالبرهان، فماذا ردوا عليه؟ أخرجوهم من قريتكم. نحن بنتكلم كلام علمي، خلي كلامنا علمي، خلي نقاشنا علمي، لماذا اللجوء إلى القوة؟ القوة لا يلجأ لها إلا المفلس، المفلس الذي ليس عنده حجة. لذلك كان جوابهم هكذا، أخرجوهم، أخرجوا لوطا ومن معه ومن آمن معه من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. ما جريمتهم؟ أنهم يتطهرون. جريمتهم إنهم انضاف، جريمتهم أنهم لم يرتكبوا الفاحشة التي ارتكبوها. فهؤلاء لا يعيشون معنا هنا، وللأسف حتى هذا في كثير من المجتمعات الغربية موجود، يعني في بعض الناس العنصريين يستفزهم منظر إنه مثلا في رأس السنة كثير من المسلمين ما بيطلعوش نسوانهم أمام الناس على الملأ حتى يعني تكشف للناس كما تكشف نساؤهم، ويعبرون عن هذا بصريح عباراتهم. ليش يا أخي ما بتشاركوا مثلا بالمسابقة الفلانية؟ ليش أنتوا يعني ما يعني فهذا يستفزهم، هذا الطهر، هذه العفة، هذه النظافة تستفز هؤلاء أجلكم الله النجس كما سموا أيضا في القرآن. فالأصل يعني الأمر الذي لأجله يجب أن يمتدح لوط ومن معه من الطاهرين، فصارت هذه جريمة في زمن أجلكم الله، زمن النخاسة والعهر والنذالة والنجاسة، تصير الطهارة جريمة، وهذا موجود للأسف حتى في يتجلى في زماننا. جريمتهم انفوهم من بلادكم. ليش؟ شو جريمتهم؟ يعني هذا لازم تحطوهم تاج على رؤوسكم، مش تنفوهم وتكحشوهم من بلادكم، إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله، لكن الله لهم بالمرصاد، الله لطيف سبحانه وتعالى. فأنجيناه وأهله، طبعا أهل سيدنا لوط عليه السلام هنا الذين آمنوا معه، أو أهله المؤمنين ممن آمن من أهله، وليس كل أهله، لأن زوجته كان لوط، ربما لوط عليه السلام لم يكن يعلم بكفرها، ربما لذلك لما قال هنا استثنى، فأنجيناه وأهله، وفي آيات أخرى وأهلك إلا امرأتك، فاستثنى المرأة هنا لأنها كانت كافرة، وورد في بعض الروايات أنها كانت هي يعني حتى تتعاون مع قوم لوط عليه السلام في يعني مثلا في ضيافة الملائكة التي ستأتي معنا في أكثر من سورة، في سورة هود، في سورة الذاريات، وفي غيرها من السور، كانت هي يعني وسيلة أو يعني مديرة شبكة التجسس على لوط عليه السلام لقومه، امرأته، وطبعا لم يكن يشك فيها زوجته، ما كان يشك فيها، لذلك استحقت أن تكون مع الغابرين، مع الهالكين، مع الباقين الذين بقوا في العذاب والهلاك ولم ينجوا مع سيدنا لوط عليه السلام.
وأمطرنا عليهم مطرا. سبحان الله، يعني لم يكتفي الله سبحانه وتعالى بتعذيبهم بالعذاب وأنهم يعني هلكوا عن آخرهم، وإنما أمطر عليهم مطرا، لكن هالمطر من نوع غريب عجيب، مطر ما اعتادوه. هذا المطر كان رميهم بالحجارة، حجارة من سجيل منضود كما سماها القرآن في سورة أخرى. سبحان الله. لذلك أخذ بعض العلماء من هذه الآيات ومن غيرها، قالوا جزاء من يرتكب الفاحشة غير عن جزاء الزنا. جزاء الزنا يعني واضح ومعروف، إن كان محصنا وإن كان يعني أعزب، أما زواج، أما حد الذي يرتكب الفاحشة فحده كما ذكر القرآن يرفع، وهذا رأي مذكور أظن لأبي حنيفة رحمه الله ولبعض الفقهاء، يرفع من أعلى شاهق ويقذف يرمى. وزاد آخرون قالوا بعد أن يرمى، بعد ما ترميه تحت يرمى بالحجارة، يرجم، يعني عذابه عذاب مركب. ليش؟ لأن الله تعالى أهلك قوم لوط بهذا العذاب، فيعذب من فعل فعلتهم مثل عذابهم. نسأل الله العفو والعافية. النبي السادس ولا الخامس؟ الخامس هو سيدنا مدين، سيدنا شعيب الذي بعثه الله سبحانه وتعالى إلى مدين. أهل مدين تقريبا يعني سبحان الله كانت يعني كثير من الأحداث في شمال الجزيرة العربية، في منطقة أو قرب مدينة معان في جنوب الأردن. هنا كتب معان في شرق الأردن، الحقيقة معان ليست في الشرق وإنما في الجنوب، في جنوب الأردن وليست في شرقها. وإلى مدين أرسلنا إلى مدين هذه القبيلة أخاهم شعيبة. طبعا قبيلة مدين من ولد إبراهيم عليه السلام، أرسل لهم شعيبا عليه السلام، منهم يعرفونه ويعلمونه. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ذكرهم بنفس الرسالة، وحدوا الله، ليس هناك رب يستحق العبادة إلا الله. هؤلاء كانوا يرتكبون جريمة أخرى من صنف آخر، وهذه أيضا رسالة للدعاء. الداعية لما يخرج يجب أن يذكر الناس من جنس ما اعتادوه. يعني إذا انتشر بين الناس، على سبيل المثال في سيدني انتشر بين نسائهم العري مثلا وكشف العورات، في أعراسهم 1 2 3 فساد، على سبيل المثال فساد رجالهم أو ضياع أوقات نسائهم أو إهمال أولادهم وبناتهم. يعني ما باجي أحدث الناس هنا، بعمل يعني ربما موضوع خطبي ودوراتي لسنوات وراء بعضها عن الشرك بالله مثلا، لا تغرد خارج السرب، أو عن مثلا السحر وأثره في فساد المجتمعات. يا عمي ما لا سحر ولا، تكلم بما هو مشتهر، بما هو منتشر في زمانك، وخذ عبرة من الأنبياء. سيدنا لوط عليه السلام ما جاش لقومه ونهاهم مثلا عن التطفيف في الميزان، لأنها ما كانت منتشرة عندهم، كانت منتشرة الفاحشة، فركز على ما انتشر عندهم. وسيدنا شعيب عليه السلام كذلك، ما انتشرت عندهم الفاحشة، انتشر تطفيف الميزان وتطفيف المكيال، لذلك نهاهم. فيعني رسالة النبي مضمونها بعد النهي عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى، أول شيء في شريعتها معالجة القضايا التي يعيشها الناس في حياتهم اليومية والعملية. هذه نقطة مهمة جدا. كفت الرسل، يعني موسى شو كيف عالج بالضبط؟ أحسن، سيدنا محمد كيف عالج صلى الله عليه وسلم. فهكذا الأصل، يعني ألا يغرد الدعاة خارج السر، لازم يعني يعالجون الناس، لأن الناس إذا أصابهم شيء يفزعون إلى الأطباء، والعلماء هم الأطباء، يعني يا شيوخ الدين الختياري بيقولوا يا ملح البلد، من يصلح الماء، من يصلح الزاد إذا الملح فسد. فأنت الملح، فلا بد أن يعني أنت الذي يلجأ الناس إليك ليصلحوا أحوالهم. قوم شعيب عليه السلام مدين كانوا يرتكبون أمرا، وهذا يتساهل فيه للأسف كثير من الناس خاصة التجار في هذا الزمان. هؤلاء كانوا يستخدمون التطفيف اللي رب العالمين توعد من يفعله بالويل،
ويل للمطففين. مين هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، بيأخذوا زيادة إذا هم اشتروا، وإذا هم باعوا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يطففون. فهؤلاء كانوا يلجؤون إلى يعني الحيل، وإلى يعني التي تصب في النهاية بالتطفيف في المكيال والميزان. كانوا لا يفون المكيال والميزان. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هذا مما نهاهم عنه سيدنا شعيب عليه السلام. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. البخس أصله النقص، لا تنقصوا حقوق الناس. لا، هذا يشمل بالمناسبة يشمل أمورا كثيرة، يشمل التبخيس المباشر. إذا أنا رحت على تاجر من التجار وأعطاني مثلا الكيلو 900 غرام، مزبط الميزان لاعب فيه بطريقة معينة، وهذا موجود ومنتشر بين بعض الناس. في ناس نفوسهم مريضة ومجبولين على الغش، حتى لو كان شو ما كان لازم، يعني ممكن يكون هذا الأسلوب، ممكن يكون كذلك التطفيف في المكيال والميزان عن طريق الغش والخداع. كيف يعني؟ يعني يحتال مثلا من ذلك بيع النجش اللي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. بيكون في اتفاق معين على سلعة معينة، انت ارفع بسعرها حتى تلفت انظار الناس، لما بعدين بيجي واحد درويش يعني غائب ليس له لا في العير ولا في النفير، فعلى سبيل المثال هذا الموبايل خربان، سعره في السوق ربما $100 مثلا. هاجي بقول يا اخوة يعني ها موبايل، من يشتري هذا الموبايل؟ اول واحد انا بكون مرتب انا وزياد، انه مشان نضحك على الدكتور باسل ونلفت نظره، حط لك يعني مبلغ هيك كبير $1,000. $1,000، من يزيد؟ احمد مزبط كمان، احمد 1,100. فالدكتور باسل لما يشوف 1,100 الناس بتزيد، معناها هذا شيء فخم، شيء مرتب. فبيجي بيقول 1,200، من يزيد؟ بسكتوا، لبسته مسكين. 1,200 تفضل، مبروك عليك، حلال عليك. لما يروح وانه يا دوب $100. هذا ايضا يشمل، يعني ليس بالضرورة ان يكون تطفيف المكيال والميزان بالاسلوب المباشر، وممكن الاسلوب غير المباشر، ممكن التزهيد في السلعة. اسمع يا استاذي الكريم، كم سعر هذا الكتاب؟ والله $20. يا اخي $20، يا اخي هذا كم بيبيعوه بالمكتب $5؟ حل عنا يا اخي. هذا ايضا تطفيف، التزهيد بسلع الاخرين ايضا من باب، يدخل من باب التطفيف. اكل اموال الناس بالباطل، كل ذلك يدخل في هذا النهي الذي كان ينهى شعيب عنه قومه مدينا. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. اصلح الله سبحانه وتعالى الارض بإرسال الأنبياء، أصلح الأرض بالشرائع. لا تفسدوها بالمعاصي، لا تفسدوها بنقص المكيال والميزان. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون. لا تقعدوا بكل صراط، الصراط الطريق. لا تقعدوا بكل طريق توعدون، يعني تتوعدون، تهددون الناس بالعذاب. كانوا يقعدون في الطرقات التي تؤدي إلى شعيب، في طريق شعيب، بحيث أنهم الناس قبل ما يصلوا إلى شعيب يصلون إليه. وكانوا ينهون الناس عن أن يصدقوا شعيبا. كيف يعني فائدة ذكر هذا؟ لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو قومه ويقف للناس حتى في مواسم الحج، فكان يأتي أبو لهب وأحيانا يأتي أبو جهل، غالبا أبو لهب، يقول هو ابن أخي وأنا أعرف الناس به، لا تصدقوه فإنه كذاب، لا تصدقوه، فيقعدون بكل صراط. فكأن هذه الرسالة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخفيف عنه إنه لست أول من قعد في صراطك. شعيب عليه السلام نبي مثلك، وبعث بمثل رسالتك، وكان صالحا مصلحا، كان قومه يقعدون بكل صراط يتوعدون ويهددون كل من يؤمن بشعيب عليه السلام. وتبغونها عوجا، تبغونها عوجا يعني تطلبون لسبيل الله تعالى أن تكون معوجة. كيف؟ إثارة الشبهات كانوا يثيرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تستمعوا إليه فإنه ساحر، لا تستمعوا إليه فإنه شاعر، لا تستمع. وهنا هؤلاء القوم أيضا كانوا يفعلون مثل هذا الفعل، تسلية وتسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. كنتم قلة لم تكونوا شيئا كثركم. طبعا هذا يحتمل،
كنتم قلة في العدد فكثركم فصرتم كثرة في العدد. يحتمل كنتم فقراء فكثركم كثر أموالكم فصرتم أغنياء، أو كنتم قليلا يعني في احتمال مثلا من ناحية النسل، مثلا ما كان يولد لكم كثيرا كان فكثركم فزاد يعني من نسلكم، كنتم أذلة فكثركم بالعزة. فالمطلوب منكم ما دام يعني كثركم وأنعم عليكم بكل هذه النعم فيعني أشكر الله سبحانه وتعالى واحمدوه، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، لا تكونوا مثل أولئك المفسدين، انظروا كيف كان عاقبتهم، إن أفسدتم هم كانوا يفعلون مثلكم، إن استمريتم على هذا الذي تفعلون عاقبتكم لن تختلف عن عاقبتهم، لأن الله تعالى لا يحابي أحدا. هلك من قبلكم قوم نوح، هلك من قبلكم عاد، هلك من قبلكم قوم لوط، وما أنتم عنهم ببعيد. وإن كان طائفة منكم، أيضا الخطاب لسيدنا شعيب عليه السلام، وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، يعني لقد انقسمتم بالنسبة لرسالة التي بعثني الله تعالى بها إلى طائفتين، طائفة كذبوا وطائفة صدقوا. هنا يهددهم عليه السلام فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، اصبروا انتظروا إني معكم من المنتظرين، اصبروا حتى يحكم الله بيننا. طبعا حكم الله تعالى بين الفريقين كما سيأتي بعد قليل بالنجاة لقوم شعيب عليه السلام المؤمنين، والهلاك للطائفة التي كفرت. انقسموا إلى طائفتين، طائفة آمنت فأنجاهم الله، وطائفة كفرت هددهم شعيب وكانت عاقبتها بالهلاك والوبال والدمار. قال الملأ كالعادة، سبحان الله هكذا الملأ يعني غالبا للأسف حتى في زماننا هذا، بل يتجلى هذا في زماننا، الذين ينسبون أنفسهم إلى الشرف والمكانة، والناس الراقية والناس الإتيكيت والناس الذين تفتح لهم المجالس وتفتح لهم الفضائيات وتفتح لهم القنوات وتفتح لهم الوزارات وتفتح لهم الرئاسات، هم في الحقيقة من أفسد الناس. وهذا يعني يصدق فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي زمان على أمتي، وهذا من علامات الساعة، يخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن، يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق. فهذا شأن الملأ في كل زمان ومكان إلا من رحم الله. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، لاحظ الرد أيضا، نفس الرد من قوم سيدنا لوط عليه السلام، لم يستطيعوا مقارعة الحجة بالحجة والكلام القوي والعلمي بالكلام العلمي، فجاءوا إلى الأسلوب الآخر، لنخرجنك، هددوه بأنهم والله لنخرجنك، هنا في تقدير في قسم، والله لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. يعني ارتكبوا جريمتين، الجريمة الأولى أنهم تركوا الإيمان وكفروا به وتمردوا عن الإجابة عليه، بل جاوزوا ذلك، يعني لم يكتفوا بهذا وإنما جاوزوه بأن آذوا عباد الله توعدوهم وهددوهم. والجريمة الجديدة التي تضاف إلى جرائمهم الآن أنهم هددوا شعيبا نفسه عليه السلام ومن معه بأنهم سيطردونهم وسيخرجونهم. ولاحظوا الأسلوب العنجهية، من قريتنا. طب من قريتنا، طب احنا يعني مش من هي قريتكم لحالكم، واحنا من وين يعني؟ لذلك في البداية رب العالمين ماذا ذكر؟ قال أخاهم شعيبة، شو من قريتنا؟ هي قريتنا كلنا، هذه بلدنا جميعا، لماذا تنسبها لنفسه؟ أو أمامك خياران يا شعيب، أنت ومن آمن معك، إما أن تعودوا في ملتنا تكفروا بهذا الدين الجديد الذي ابتدعته وأتيتنا به، أو إن بقيت مصرا فسنطردك من بلدنا. فجاء رده، قال أولو كنا كارهين، يعني أتعيدوننا في ملتكم حتى ولو كنا كارهين للعودة إليها، أو أولو كنا كارهين ستخرجوننا من قريتنا، مش قريتكم لحالكم، ستخرجوننا من قريتنا. طب أولو كنا كارهين للخروج منها، يعني رح تطلعونا غصب عنا. هذا يحتمل هذا ويحتمل هذا.
ثم قال طبعا هذا يعني فيه إشارة إلى أن قوم شعيب الكافرين لاحظوا من شدة وبأس وقوة وثبات وصلابة سيدنا شعيب والذين آمنوا معه ما جعلهم يتوعدونهم ويهددونهم في هذا. يعني لا يصل الأمر إلى التهديد إلا بعد أن تستنفد كل الوسائل، بعد ما يخلصوا كل الطرق الدبلوماسية إن صح التعبير. يعني لا نفع معهم لا ترغيب ولا، فلجأوا إلى آخر أسلوب وهو أسلوب الترهيب. فسيدنا شعيب يقول أولو كنا كارهين كيف تخرجوننا، أو كيف تريدوننا أن نكفر بالله، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. هذه الملة الشرك، الشرك كله كذب على الله. إذا احنا آمنا أو إذا احنا كفرنا وعدنا يعني إلى ملتكم بنكون، لأن الشرك افتراء على الله، بنكون كأن افترينا على الله، اختلاق على الله. يعني هل من خالق للكون إلا الله؟ هل من رب يستحق العبادة إلا الله؟ من ادعى أن لله تعالى شريكا معه فقد افترى على الله كذبا، فقد نقض الميثاق بينه وبين الله، ميثاق الألوهية الله له، ميثاق عبوديته لله. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وهذا أيضا فيه إشارة، يريد سيدنا شعيب عليه السلام أن ييأس، أن يشعر قومه بأن يعني يريدهم أن ييأسوا من أن يطلبوا منه هذا الطلب، لا تحلموا إنه نرجع إلى ملتكم، إحنا شعورنا ممتنون كأننا كنا في هلاك ودمار وعذاب ونجانا الله تعالى من هذا العذاب. فالإنسان لما يشعر بأنه نجا من مصيبة هل يعود إلى هذه المصيبة؟ لا تحلموا، أحطها على جانب. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله، وما يكون لنا أن نعود فيها بحال من الأحوال، نجانا الله تعالى منها لن نعود فيها إلا أن يشاء الله، يعني ما لم يريد الله تعالى بنا ذلك. والله تعالى لن يريد بنا، ظننا بالله أن الله تعالى لطيف، أن الله تعالى حكيم رحيم، فلن يعيدنا إلى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. هذا أيضا تيئيس. ثم قال وسع ربنا كل شيء علما، أحاط علمه سبحانه بكل الموجودات، على الله توكلنا. ولاحظوا قال على الله توكلنا، ما قال توكلنا على الله، وهذا فيه أهمية وفيه تخصيص، توكلنا على الله، اعتمدنا على الله في أن يثبتنا على الإيمان، ولم نعتمد على أحد سواه من هذه الآلهة التي تزعمونها وتدعونها. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. لاحظوا هذه العبارة أو هذا الدعاء، سيدنا شعيب عليه السلام قاله مرتين، مرة بشكل صريح ومرة بشكل غير مباشر. في البداية في الآية 87 قال فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، يعني كأنه سيدنا شعيب عليه السلام كان يعني لازال أمامه طريقا، لازال يأمل في أن يؤمن قومه، لازال عنده بصيص أمل. لكن لما تمادى قومه في كفرهم وتمادوا في عداوتهم وتهديدهم وهددوه بأن إما أن تكفر وإما أن تطرد، وصل معهم إلى طريق مسدود، دعا. في البداية قال حتى يحكم الله، الآن لا، ربنا افتح، يعني ربنا احكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، احكم بيننا وبين قومنا بالحق، والله لا يحكم إلا بالحق، وأنت خير الفاتحين وأنت خير الحاكمين. يعني كأنه بهذا طلب نزول العذاب على الكافرين بأسلوب مباشر أو غير مباشر. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا، إذا دخلتم في دين شعيب، إذا تركتم دين آبائكم وأجدادكم، إنكم إذا لخاسرون. لاحظوا المؤكدات، إنكم لخاسرون، يعني مؤكدات كثيرة تريد، لأنهم يعلمون ضعف حجتهم. فالإنسان لما تكون حجته ضعيفة يحتاج إلى مؤكدات حتى يقوي حجته الواهية. إذا دخلتم في دينه فإنكم خاسرون هالكون، فإنكم خاسرون، إما بتوحيدكم ربه وحده وترككم آلهتكم، أو خاسرون لأنكم الآن تربحون كثيرا من التطفيف في المكيال والميزان. فإذا اتبعتموه وبطلتوا تطففون معناها راح تخسروا. شوف يعني لما الإنسان يكون طماع وجشع ما بيكون عنده هذه القناعة،
الغشاشين عندهم قناعة إنه إذا بطل الغش بيموت من الجوع. سبحان الله. يا أخي اطلب الحوائج بعز الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. والله نصيبك يعني لتأكلنه ولو بعد حين. ما حدا بيأكل نصيب حدا. ولو صبر هذا الذي غش، ولو سبق هذا الذي ولو صبر هذا الذي طفف، بل ولو صبر هذا الذي سرق لأتاه هذا الذي أخذه من حرام لأتاه من طريق حلال. بيأخذ نفس الشيء لكن هنا حرام وهنا حلال. سبحان الله. فكانت هذه قناعتهم، إذا اتبعتموه إنكم إذا لخاسرون، راحت عليكم. فأخذتهم الرجفة. ولاحظوا يعني تكرار العبارة فاء، فأخذتهم الفاء يعني العطف المباشر. الحرف الفاء حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب مباشرة، يفيد يعني ما في أي فرصة أمهلوها حتى تأخذهم هذه الرجفة. فأخذتهم الرجفة، أخذتهم الزلزلة، قيل أخذتهم الرجفة، أخذتهم الصيحة، الرجفة قيل الصيحة، ورد في سورة أخرى فأخذهم عذاب يوم الظلة، عذاب يوم الظلة جاءتهم مثل ظلة مثل غمامة غيمة، وكانوا يظنونها يعني فيها يعني كالعادة فيها خير وفيها كذا، فجاءتهم منها نار فيها شرر فيها لهب. وفي سورة أخرى ورد الصيحة، والصيحة هي صيحة جبريل عليه السلام. ولا مانع، بل هو هكذا للجمع بين الآيات، أن العذاب كان منوعا عليهم، فجاءتهم رجفة زلزلة وجاءتهم صيحة صاحبهم جبريل عليه السلام، وأخذهم في نفس الوقت عذاب يوم الظلة، عذاب مركب. نسأل الله العفو والعافية. فأصبحوا في دارهم جاثمين. طبعا فأصبحوا هذا فيه إشارة إلى أن العذاب جاءهم متى؟ ليلا، ليلا، بحيث أنهم لما صبح الصباح ما بقي منهم مخبر، ما ظل حدا يخبر عنهم، لكن أخبرنا الله سبحانه وتعالى. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. يعني الذين كذبوا شعيبا كأنهم لم يعيشوا